ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، احنا في المنطقة اللي فيها ام محمد بتاعت الجبير كده، عمرو اهو بتاعت الدفايات، برضو هتنزلي من عند بنك الوصل الاجتماعي، بس هتنزلي من محطة مترو ام المصريين وتسألي على بنك الوصل الاجتماعي. الشارع ده بيبقى زحمة فبتتوهي فيه شوية، مش بتعرفي تدخلي المكان ده. ففي شارع بعد البنك ناصر الاجتماعي على طول، على اوله مسجد التوحيد، ده شارع هادي كده هتخشي منه، وبعد ما تخشي منه اول تقاطع يقابلك شمال التاني على طول ام محمد بتاعت الجبير في اول الشارع، هتخشي كده عمرو الاستاذ المحترم ده، لقيت عنده جاكار وقماش كده ينفع للشتوي وبسعر حلو قوي، وبسم الله ما شاء الله الفرشه بتاعته كبيره وعنده قماش حلو، بس عايزه انت امطار معينه تيجي تنزلي السوق هتلاقيه موجود. ما بيشحنش، تمام؟ اسواق بس. حضرتك واقف سوق التلات هنا فين تاني؟ الخميس المطرية. فين كابلات؟ ما روحتش انا الكابلات قبل كده، بس ان شاء الله نجيلكوا يعني، ربنا يخليك. القماش ده بقى ايه اسمه؟ ده جاكار مستورد، كل الدرجة اولى. كل اللي انا فيه ده ب20 جنيه، ب20 جنيه جاكار مستورد. اكيد بقى اللي بيفصلوا يا شباب هو اللي عارف. انا قسم مفروشات مش تفصيل، بس ربنا مستعان ونعرف نفصل زيكم يعني. ده جاكار مستورد، دي الالوان بتاعته، كل اللي انا ماشي عليه ده كده جاكار. ده خامته حلوه قوي، تقيله، يتعمل دريلات او بلوزات زي ما انت عاوزه. النبيتي ده تحفه، ده كل ده جاكار، وفي مطه على فكره، والخامه بتاعته اهي من ورا عشان الظهر، في ناس كتير قوي تقول لي ورينا الظهر. كل اللي انا ماشيه عليه ده جاكار، هوريكم خامه حلوه قوي عنده، دي حلوه برضو. اللي انا داخله عليه ده بقى تحفه كخامه، تقيله ومحترمه، وتتعمل فستان شتوي او بلوزه شتوي على حسب ما انت عايز تعملي ايه. جميل جدا، الخامه بتاعته حلوه قوي وفيها مطه والشكل بتاعه حلو. ده مبيشي في اسود، عندك جنزري في اسود، عندك نفس الخامه بس الوان في بعضيها اهي، تحس ان فيها مربعات وسامبوكسات كده، في اسود، في مبيتي، حلو قوي التركواز ده. كل ده في مطه برده زي ما انا بقول لكم، عشان كده ينفع للبلوزات. حلو قوي جاكار اهو، اكيد يعني الناس اللي بتشحن معايا هي اللي عارفه الخامه دي، عشان هم علياتهم بيفصلوا. كل دي جاكارات، كل اللي انا ماشيه عليه ده كده جاكار. المتر ب20 جنيه. ده اللي وراك ده بقى هو ده اللي انا شاورت عليه صح، بس محطوط في العرض. كل ده الملون ده ايه بقى؟ ده مش جاكار، ده فيزون. الفيزون والشيفون المتر ب15، عايزاكم تحطوا خط. كل الشغل ده درجه اولى، كل الشغل ده درجة أولى، تمام. أنا معلش هخش عندك جوه في الساحة بتاعتك دي، فأمسك الفيزون ده. ده الله، ده خامته حلو قوي، ده فيزون، ده اللي بيتعمل بلوروهات ده صح؟ جميل قوي ده برضو، المتر ب15، عنده الشكلين ده. دي أنعم منها شوية، دي أنعم منها شوية، دي أنعم منها شوية، بس جميلة بلوروهات أهي، أو جاكار أو إيه، كارديجان، معلش دماغي في الجاكار، ب15. والشوفون برضو عنده ب15. بصوا ده هو عنده دلوقتي كنز في اخر الفرشه دي، هوريها لكم. هو انا كده يبقى انا هعرفكم الكنز. بصوا عندك التل بكام؟ التل المطرز ده بكام؟ ب20. هو ده اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو الكنز يعني، الحاجات دي كنز بصراحه. المتر ب20 اهو، دي الاشكال اهي بتاعتها. في ناس اخواتنا الحلوين الامامير بتوع اسوان والسودان بيحبوا الحاجات دي قوي في الافراح، بيلبسوها كساري كده. بصوا اشكالها حلوة قوي، ودي طول اهي ب20 جنيه. ماشي، ده كده الاشكال في اخر الشارع، في اخر الفرشة بتاعته في اشكال برضو. طب كل اللي انا ماشي عليه ده كام متر؟ 15. كل ده كده ب15، ينفع بلورهات وحاجات اهي. ده كده المتر هنا ب15 جنيه. بصوا المتر ب15، اي متر من هنا ب15 جنيه. الساري ب20، الساري ب20. انت عندك اشكال غير اللي محطوطه في من على الستاند، بس هتلاقوها صغيره يعني، هو عنده اشكال محطوطه في الستاند وعنده حتت صغيره. ده بصوا ده ساري، مش هقول عليه غير كده. ادي كناره اهو من هنا، وادي كناره اهو من هنا، شايفين يا جماعه؟ اللي هيطلب مني شحنه انا بزود على المتر حاجات بسيطه.
تمام عشان ما حدش يطلب مني حاجات زي كده واشحنها له ويقول لي ما انت قلتي ب20 في الفيديو. لا انا بسيب عيالي في البيت وبتمرمط في الاسواق مش عشان خاطر هجيب بنفس الاسعار وانت قاعده في بيتك تحت المروحه يعني. فانا بوريكم الاشكال اهي زي ما انتم شايفين اسود اهو بترتر. عايزه تيجي المكان انا وريتك العنوان وتعالي حبيبتي وهاتي اللي انت عاوزاه. عايزه تشحني مني مفيش اي مشكله خالص، انا بزود على المتر حاجات بسيطه، كل اللي بيشحنوا معايا عارفين، بعرف الناس الاماكن وفي نفس الوقت بشحن. اهي اشكال اهي المتر ب20 عند الراجل المحترم ده. وريكم العنوان اهو في اول الفيديو. بصوا بالله عليكم، بصوا التطريز يعني ده كده اسميه مثالي، ده انا اسميه سواريه. بصوا التطريز، بصوا. بس في حاجات تعمل اطوال وفي حاجات ما تعملش اطوال يعني. بصوا في موف اهو برضو، موف في اسود تمام. في ده على اورجانزا، ده على اورجانزا مش على طول. في حاجات على طول وفي حاجات على اورجانزا. في اللون ده جميل بس حته فاضله برضو، مطرزه كلها خرز اهي. ده تحس انها سواري اكتر. في حاجات كتيره قوي، الله دي جميله جدا. استنوا كده، ده طل مطرز برضو زي اللي انا كنت ماسكاها بس جميله. بصوا التطريز بتاعها، ابينه لكم من على قرب عشان يبان. بصوا دي فيك خرز كسر، وده ترتر، وده تطريز خيط. دي تحفه قوي ولونها كافيه يعني تمشي على اي لون. دي اللون السكري ده. بصوا الشكل ده برضو جميل قوي، ده سيمون، ده متهيألي فيها اطوال وبرضو من الجنبين. بصوا من الجنبين فيها كنار، اجي كنار اهو من الجنب ده واجي كنار اهو من الجنب ده، ودي اطوال متهيألي دي اطوال. دي حلوه اهي يعني، بس ما شاء الله اللون بتاعها حلو وطويله، والشكل اللي هو ماسكه ده جميل قوي بس صغيره. اللون الفستقي ده برضو حلو، منقوش نقشه مختلفه بس جميل اهو النقشه بتاعته اهي. كل الحاجات دي نمشيها في الملايات، مش شرط والله تبقى ملابس بس، ممكن تمشيها ملايات. صورنا احنا الموف دي. بصوا دي حته يا نهار ابيض، لو كانت كبيره شويه. بصوا الجمل تحفه، متر ب20. بصوا دي برضو اطوال، دي اطوال اهي الاطوال المتر ب20. شو احنا بقى يعني توفر على نفسك ايه. دي جميله، دي حلوه قوي، دي صورتها يا لولو. دي كنار واحد، بصوا الكنار بتاعها، دي طولها اهي ما شاء الله تعمل حته حلوه اهي المتر ب20. ودي جميله برضو، بصوا فيها ورده منها، فيها معرفش واضحه ولا لا اهي. ودي برضو حلوه، التطريز بتاعها غريب. استنى كده، بصوا التطريز 20 متر. بصوا التطريز فيها هنا، بصوا انا لازم بصوا افصص الحاجه، حلوه قوي طالع منها حاجات كده اهي، جميله قوي دي والله. الحاجه دي ما حدش يعرف وريني الملونه بجد، ما حدش يعرف قيمتها الا اللي بيشتغل فيها. واحد عينه تتمقق في ورده، في الاخر احنا ندوس عليها برجلينا كده. الاسود ده جميل برضو، الاسود المنقوش ده حلو قوي. انا بوريكم الاشكال علشان لو حبيتوا تختاروا حاجه وتاخدوها سكرين شوت. طبعا هو ما عندوش شحن يا جماعه، لازم تجوا له السوق، عشان كده مش هحط له رقم تليفون على الشاشه. لو قلت له عندك شحن، لو عندك شحن كنت حطيت الرقم تليفون على الشاشه. ده نبيتي نفس اللي انا كنت ماسكاها بس نبيتي، حلو قوي. والله انا ما عايزه امشي لما ابين لكم كل حاجه عنده. ده لون اسود اهو في ذهبي، ابنه بيساعدني وبيقلب معايا بيوريني الاشكال. انفرد دي كده معايا، بص دي تنفع سواري ما تنفعش ملايات. فيها ايه؟ ملاليم كده، وفيها خرز يعني كلها خرز. بصوا دي بتتحرك. ده كل المطرز عنده، انا شفتها وانا في العرض بصورها. ده بيمطرها هي الواحده الذهب دي، بيمطرها الذهب بيمطرها. دي حلوه قوي، دي جميله.
ودي كل الاشكال اللي عنده، المتر ب20 تمام كده، وهو العنوان ما يتوهش خالص. انا كده في الساحه اللي فيها ام محمد عمرو، فيها ام ملك، الناس الحلوه دي كلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.